أهلا وسهلا بكم أحبتي الطلبة من جديد. في هذا المقطع سنتحدث عن محتوى الأسبوع الأول من الوحدة الأولى حول دائرة مستديرة وما يحويه هذا الأسبوع بشكل كامل. أنا كطالب في بداية كل أسبوع أسأل نفسي: ماذا سأتناول خلال هذا الأسبوع؟ هل سأتناول درساً في القواعد؟ أم أنني سأتناول فناً من الفنون الأدبية العذبة؟ في الحصة الأولى والثانية عزيزي سنتعرف إلى بعضنا البعض، بعدها مباشرةً سوف نبدأ بالاطلاع على كتيب اللغة والأدب، الكتيب الخاص بك. في هذا الكتيب سيكون هناك ما يعرف بفن المناظرة. سوف نتطرق لأهم سمات وعناصر وأنواع فن المناظرة خلال هذه الحصة، وسنتابع ذلك في الحصة التالية لها، إذ إننا سنحاول السيطرة على فن المناظرة بشكل عام لنتعرف إلى أهم سمات هذا الفن وعناصره وخصائص هذا الفن. سنتطرق أيضاً لبعض المقاطع المرئية التي ستسهل علي معرفة طريقة كتابة فن المناظرة، أو حتى كيف سأناظر، كيف سأخرج أنا كطالب وألقي مناظرة مع أحد زملائي. لذا عزيزي الطالب عليك أن تكون مفكراً باحثاً وأن تبحث كذلك عن موضوعات ومحاور تتحدث عن أمور تساند وتساعد في كتابة فن المناظرة أو حتى إلقاء المناظرة. ثم سننتقل عزيزي الطالب للتعرف إلى قاعدة الجملة الفعلية والاسمية والمسند والمسند إليه، وذلك من خلال العديد من المقاطع المرئية والعروض التقديمية الخاصة بها. وبالإضافة للمقاطع المرئية سنقوم بتطبيق ذلك من خلال حل الأسئلة داخل الغرفة الصفية. الصفية الثانية. وبعد أن ننتهي من التعرف إلى قاعدة الجملة الفعلية والإسمية بشكل عام، سنقوم بحل ومناقشة أسئلة الجملة الفعلية من خلال التواصل في العمل الجماعي. بالإضافة إلى أننا خلال هذا الأسبوع سنتطرق لنص الاستماع عباس بن فرناس، وسنتعرف إلى أهم أسس مهارة الاستماع المتقن. بالإضافة إلى أننا سنتطرق لنص الاستماع عباس بن فرناس خلال هذا الأسبوع. وعباس بن فرناس هو عالم ومخترع مسلم أندلسي ولد في الأندلس، واشتهر بمحاولته الطيران، إضافة إلى كونه شاعرا وعالما في الرياضيات والفلك والكيمياء. وهكذا أحبتي الطلبة، نكون قد انتهينا من الأسبوع الأول في الوحدة الأولى. أسبوعاً سعيداً وموفقاً جداً أتمناه لكم. ادرسوا جيداً، حضروا أنفسكم بكل معنوية عالية. إلى اللقاء.